عدّى كفاح محمود المستشار الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الكرد أقرب إلى ائتلاف دولة القانون برئاسة نائب رئيس الجمهورية نور المالكي في تسمية الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة. وقال محمود في تصريح صحفي أن الحزب الديمقراطي الكردستاني اتفق مع الاتحاد الوطني الكردستاني على الشروط المسبقة لتوحيد القوى مع أي كتلة شيعية، وتشمل تلك تحقيق التوازن بين المكونات العراقية في مؤسسات الدولة والحفاظ على شراكة حقيقية في إدارة الدولة وتنفيذ الدستور العراقي فيما يتعلق بالالتزامات في المناطق المتنازع عليها بما في ذلك كركوك.